أهلا بكم من جديد. إعلامية وممثلة وأخيرا ناشطة على مواقع التواصل البحرينية صابرين برشيد متعددة المواهب وبزغ نجمة مؤخرا في عدد من الأعمال الدرامية وتحديدا في الكويت. على حساباتها في إنستغرام وسناب تتقبل نقد جمهورها حول ظهورها أحيانا في أدوار شريرة. نتابع. سوسن ما لك شغل فيها؟ خير شو بغيتي مني؟ صراحة الموضوع بطلب من سلطان. سلطان بعد؟ شو أبي سلطان؟ أنا ما وافقت إلا لأني كنت مستحية منه. إيه؟ بعدين؟ سلطان طلب مني أقول لك إني موافقة على زواج سحر من راشد. وإن سحر ما له دم. طلب مني أقنعك إن بس بيني وبينك يعني. إن خلاص راشد ما له في قلبي مكان. وإذا حابة تزوجينهم كيفك؟ إيه. خلينا حنكمل هذا الحوار بعدين. في الاستوديو تنضم إلينا الممثلة البحرينية صابرين برشيد. أهلا فيك معنا يا صابرين. كنا بنتكلم على شعرك ليش قصتي، فقلتي إنه شوي احترق وكان عندنا قصة. طيب دحين صابرين ممثلة إعلامية ناشطة على مواقع التواصل، يعني إيش الوظيفة نقدر نقول؟ أول شيء يسعد مساكم، شرف بوجود اليوم معاكم في قناة العربية والتحديد برنامج سارة من برامج الحلوة المتابعة ما شاء الله. تسلم، شكرا. وانت شخصية عسل، الله خليك حبيبة قلبي. بخصوص التعدد، التعدد هو في البداية أنا أصلا إعلامية مذيعة في تلفزيون البحرين، بعدين انتقلت للكويت، دراستي إعلام وعلاقات عامة، بعدين جاتني عروض للتمثيل ودخلت عالم التمثيل من 2014 لليوم. بس ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي مو كثير، يعني حتى في التويتر أنا قليل يعني تفاعلي. أحب أكون يعني سنابية أكثر. سنابية أكثر بالضبط، انستغرام. أحب الانستغرام والسناب شات أكثر. طيب نقدر نقول الآن أنه عشان في جيلك الآن عشان الوحدة تنجح لازم تكون ناشطة على مواقع التواصل؟ يعني أنت مثلا شيلاء سبت أو حتى كل الأخوات يعني بنات سبت يعني مثلا، هو المواقع التواصل الاجتماعية وايد ضافت للفنانين والإعلاميين أمانة. يعني إحنا ما ننكر أن لها إيجابيات كثيرة ولها سلبياتها، لكن الأمانة أنا من ناحيتي يمكن قيلة المشاكل في السوشيال ميديا، ما علي أي مشاكل، أي ما سوي البروباغندات اللي الأغلبية يحبون يسوونها في السوشيال ميديا، فهادئة في السوشيال ميديا وصراحة نفعتني كثير وفتحت لي أبواب وايد حلوة. كيف يسووا يعني قصدك بروباغندا مثلا؟ للأسف في بعض الإعلاميين أو الإعلاميات، بعض الفنانين يحبون أن مثلا يكون عندهم انتشار والناس تذكرهم أكثر عبر السوشيال ميديا، يكونها هي خلينا نقول السلاح الفعال في وقتنا الحالي، في انتشار كبير على مستوى الوطن العربي والعالم كله، ففي فنانين للأسف يحبون أن يكون عليهم لغط عليهم الفوكس أكثر أو الأضواء مثل أكثر. مين؟ ما راح اذكر اسامي. هذا المقطع اللي ما حد يرضى يسميه فيه، كله يتكلم بلا بتقولي له زي مين، يقول لك لا لحد الحين ما علي اي مشاكل في السوشيال ميديا، اموري طيبه. بس عليك شويه لغط، خليني اناقشك في مثلا موضوع الجنسيه. دائما في لغط على موضوع جنسيتك، هل انت بحرينيه مش بحرينيه؟ خلينا نحدد هذا الموضوع. هو الاغلبيه كانوا يعطوني جنسيات كثيره، بس انا بحرينيه من ام سعوديه او جنسيتي بحرينيه، يمكن شكلي واسمي يعطي يمكن جنسيات ثانيه، لكن هذا الواقع. لما دام الكل يشوف قناة العربية أنا بحرينية من أم سعودية، وشكرا. طيب. للشرف أكيد. على هذا السيرة كمان، على هذه المواضيع أيضا المثل المرتبطة بالسعودية، في صورة منتشرة لك جدا بقميص فريق الهلال. أيوة. السعودي، وهذه برضو واحدة من الأشياء اللي يعني جات موجة في السوشيال ميديا، أنه كل أحد يلبس فريق قميص كرة قدم سعودي عشان الانتشار أيضا. يعني أنت كمان متهمة باللي بتقوليه عن البقية. أنا وايد جاتني اتهامات على ذي الموضوع، أن أنت تشجعون الفريق الأقوى على أساس أنه يكون في انتشار لكم أكثر والناس تذكركم، وهذا الفريق لأنه ضعيف فأكثر مشجعين بنات. فقلت لهم لا أبدا، أنا أصلا أبوي لاعب سابق. فأبوي يشجع النادي الهلال والقادسية السعودي، يشجع ريال مدريد الأسباني، فأنا مع أبوي. ما أتابع من يعني عن قريب، بس من بعيد لبعيد، فحبيت النادي، ونادي عنده بطولات ونادي جميل. أي. طيب خليني كمان أسألك على موضوع تاني أنت حطاه في تويتر، رغم أنه صار في 2010 أنك أنت أخذتي لقب أجمل مذيعات العرب، بس أنت حطاه في البايو في تويتر، ليش هذا الشيء قد كده مهم ومين عطاك اللقب هذا؟ أيوة. هو الأكثرية كانوا يقولون أن أنت ما دخلتي مسابقة، وفعلا ما كانت في أي مسابقة، كان في موقع على الإنترنت كان مختص بنشر أخبار مذيعات الوطن العربي من المشرق إلى المغرب، فكان حاط لستة كاملة لكل مذيعات الوطن العربي، اجمل مذيعات الوطن العربي. انت تشوفي نفسك اجمل مذيعه في الوطن العربي؟ لا
مقتنعه بشكل، لكن ما يعني مو اجمل مذيعه، في احلى. اوكي، في 2010 هل كنتي اجمل مذيعه؟ والله ما ادري، هو شوف اللي صار. بس انت معتزه باللقب واضح. انا وايد حبيت الترند، ليش؟ لان الوحيده من البحرين الموجوده في هاللسته، لسته كبيره. فما اخذتها من ناحيه انه جمال كثر ما هي فخر ان انا الوحيده في اللسته بحرينيه. طيب سريعا صابرين، رمضان ان شاء الله على الابواب قريبا، يعني نعاد علينا جميعا بالخير والعافيه. ايش عندك في رمضان؟ عندي مسلسل دموع الافاعي ان شاء الله راح ينعرض على شاشات التلفزيون قريبا في رمضان، مع مجموعه حلوه من الفنانين ومخرجتنا الاماراتيه نهله الفهد، من الشخصيات اللي احبها كثير وتشرفت اني اشتغلت معاهم. معنا زهره عرفات، حسين المنصور، معنا هند البلوشي، محمد العلوي، جروب حلو، ان شاء الله ينجح العمل يا رب. لو خلاص حتختاري نجاح في مجال واحد، ايش حيكون؟ الاعلام ولا التمثيل؟ خلاص نقدر نقول ممثله تماما؟ يعني اثنينهم قراب لقلبي، بس التقديم اكثر دراستي وشغفي يعني للحين. يعني تبي ترجعي؟ اي موجوده انا حاليا يعني، بس على اللوب مش اللوبس. ايوه، واخر برنامج قدمته كان على تلفزيون الكويت، كانت حلقات بسيطه لكن حكم شغلي وتصويري. صابرين انبسطنا بشوفتك اليوم، اتمنى لك كل التوفيق. استحملتينا كمان. كانت معنا الممثله البحرينيه صابرين برشيد، شكرا لك.